اخوتي السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في القناة. كنتمنى اخوتي تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا مزيانين. اليوم عندنا واحد الموضوع مهم هو اين مطار بعد. كما كتشوفوني انا فوق النوردن، بمعنى راكم فهمتوا اين مطار اللي تباع، الجاسيه اللي تباعت اخوتي. لقيتونا دابا في طنجة، مرحبا بكم معنا في طنجة. اولا وقبل كل شيء كنشكركم بزاف على المتابعة ديالكم في يوتيوب، وكنتمنى منكم تتبعوني حتى في انستغرام. انستغرام ديالي هو ايلي ترايدر، ماشي بزاف باش درتو وباش وليت كنحركو، راه كندير فيه ستوريات اخوتي، وكندير فيه دي فيديو، كنهضر لكم على امتى غادي نحط البلوغ وعلى بزاف ديال الحوايج. دونك الاخواني ما متبعيناش في انستغرام، دخلوا الانستغرام ديالي وتبعونا. دونك اخوتي اليوم كما قلت لكم موضوع الحلقه ديال اليوم هو علاش بعد الجيس، وعلاش خليت الهوسكفارنا نوردن. هذا هو الموضوع اللي غادي نهضروا عليه. غادي نوصلوا غير هنا لواحد البلايصه، غندخلوا في واحد البيستا وغادي نجلسوا وسط الغابه، وغادي نهضر معكم الاخوان وغادي نشرح لكم كل شيء، وغادي تفهموني وغادي تفهموا الراي ديالي وغادي تعرفوا علاش بعت الجيس. هذه هي الدخله ديال الغابه اللي قلت لكم، وصلوا البلايصه اللي قلت لكم ونجلسوا ونهضروا. البلوك ديال اليوم غادي نقسموه على ثلاثه ديال الاجزاء. الجزء الاول هو علاش خليت الهوسكفارنا نوردن وشنو هو الفيدباك ديالي مور عام ديال الاستعمال. الجزء الثاني الاخوان هو اللي غادي نهضر لكم فيه علاش بعد الجيس، والجزء الثالث غادي نضرب بكم واحد الدويره في واحد البلايصه في طنجة رائعه قليل اللي كيعرف كيفاش يدوز ليها. شوفوا اخوتي على غابه شحال زوينه، شوف هيا حدانا غابه نقيه زوينه، شجر طبيعه ما فيها ما يتعب، مصايبه مزيان. شوفوا شي بلايصه الاخوان ما فيهاش الشمس، جلسوا فيها ونهضروا على خاطرنا. السلام عليكم الاخوان، مرحبا بكم معنا في القناه. اليوم الاخوان بغيت نهضر معكم على واحد الموضوع، هو انني بعت الموتور. اين الموتور اللي بعت؟ راه باينه انتم كتشوفوا انا بالهوسكفارنا بالنوردن، بمعنى راني بعت جيس. خوتي هذا الفيديو هذا ديال اليوم غادي نقسموه على ثلاثه ديال الاجزاء. الجزء الاول غنهضر لكم علاش خليت النوردن والفيدباك ديالي عليها مور عام ديال الاستعمال. الجزء الثاني اللي غنهضر عليه هو علاش بعد الجيس، والجزء الثالث غنخلي لكم مفاجاه، نضرب بكم واحد الدويره هنايا في الغابه وغادي نوريكم واحد المنظر زوين بزاف. اولا باش تفهموا علاش خديت انا هذا الموتور واخا كانت عندي الجيس، خديت هذا الموتور ما كانش كاع ناخذ هذا الموتور، كنت كنفكر بانني ناخذ موتور خفيف اللي نقدر ندير به البيست واللي نقدر نوصل به لشي بلايص اللي صعب بزاف اللي ما كنتش كنقدر نوصل لهم بالجيس. في الاختيارات ديالي كان اول موتور اللي كنت غناخذ هو الافريكا توين. في المرتبة الثانية كانت كتجي التينيري 700، في المرتبة الثالثة كانت كتجي الكاتي ام 890، وهذا الموتور هوسكفارنا نوردن ما كانش عندي كاع في القاموس ديالي. كنت كنفكر بانني غادي ناخذ الافريكا توين هي الاولى، ولكن الافريكا توين ملي بديت كنقلب عليها لقيت بان البوا ديالها فايت 230 كيلو، بمعنى ما غاديش نلقاش شي حاجه كثيره على الجيس. المشكل اللي كان عندي في الاصل ديال الجيس هو المشكل ديال الثقل، موتور اللي فيه اكثر من 260 كيلو. الاختيار الثاني اللي كان عندي هو التينيري 700، والصراحه هي اللي كنت باغي بزاف. مع الاسف مور كوفيد الاثمنه ديالها طلعوا بزاف، وهذاك لو تريل خرجته ياماها كوماند تريل ايكونوميك اللي ما كانش خصو يفوت 13 14 مليون، ولكن مع الاسف ملي ولاو لي يوتيوبر ولا زانفلونسور كيخرجوا به بزاف وكيديروا به تصافيرات واعرين وداروا دي فيديو واعرين بزاف، الاثمنه ديالو طلعت على داك الشيء ما بقيتش باغيه ودزت لحاجه اخرى. ملي وصلت الكاتي ام 890، كاتي ام 890 ما لقيتهاش ديسبونيبل هنايا في المغرب. من موراها جالس في الدار حتى كتبان لي لا نوردن فيديو في يوتيوب، قلبت عليها. صراحه نوردن ما كانش عليها فيدباك كبير حيت كان الموتور يلا خرج، كانت مغامره مني بانني مشيت قلبت غير شويه، شفت واحد ثلاثه ولا اربعه لي فيديو، عيطت لهوسكفارنا مشيت جربت الموتور وعجبني بزاف. مور عام ديال الاستعمال ديالي ملي جربته خرجت به لابيست، درت به تصافيرات لي طوال بزاف وجربته في الطريق، لقيت بان هذا الموتور عندي فيه كلشي كيجمع ليا كلشي. اولا عندي موتور اللي في الطريق مرتاح، لاسيل ديالو كونفورتابل زوينه كتقدر تسافر به وانت مرتاح.
الحاجه الثانيه هي ان هذا الموتور خفيف بزاف، الوزن ديالو ما كيتعداش 220 كيلو، بمعنى ملي كنت كندخل فيه لابيست كنلقى بان الموتور خفيف بزاف وكنتحكم به بواحد الطريقه خياليه. ملي لقيت بان عندي فيه لافونتاج ديال البيست وعندي فيه لافونتاج ديال الطريق، لقيت راسي بان الجي اس اللي عندي في الدار ما كنحتاجهاش وما كنستعملهاش نهائيا. انا فاش شريته اول مره كنت شاريه باش نخلي لا جي اس للطريق وندير هذا الموتور هذا ندير به غير لي تريب اللي غادي يمشي فيهم في البيست ولي تريب اللي غادي يكونوا صعب بزاف. ولكن ملي لقيت هذا الموتور هذا مرتاح في الطريق ومزيان في البيست قررت بانني نتخلى على الجي اس. دابا غادي ندوز معكم اخوتي للموضوع الثاني اللي هو علاش بعت الجي اس. حيدت اخوتي الجي اس، اولا موتور اللي تقل بزاف كما كتعرفوا انا كانت عندي جي اس ادفونتور اللي فيها اكثر من 268 كيلو. ملي كنت كنخرج بها اوف رود كطيح مره جوج ثلاثه ما كيبقاش عندك الجهد نهائيا بانك تهز ذاك الموتور. هذاك الموتور مزيان دير به الطريق، تسافر به مع صحابك، تمشي تشرب قهوه في الطريق زويون، تمشي شي بلاصه نقيه. ولكن اخوتي داكشي اللي كندير انا ما خدامش الجي اس نهائيا. موتور زوين بزاف الا كنتي باغي تسافر انت ومراتك، تمشيو شي بلاصه زوينه كاين فيها لو كونفور ديال الباساجي، عندك لابول طالعه الجاجة طالعه مزيانه زوين تشد به لوطوروت. موتور ما كاينش ما احسن منه كنقولها وكنعاود نقولها. ولكن داكشي اللي كندير انا بالموتور واللي باغي نوصل ليه انا بالموتور، بغيت نوصل شي بلايص اللي ما عمري ما شفتهم، بغيت ندير شي بيستات اللي ما عمري ما شفتهم، هذاك الموتور ما خدامش ليا. هذا الموتور الاخوان الفيدونج ديالو كنديرو ب 800 درهم. جي اس اقل فيدونج كما قلت لكم، اقل فيدونج كنت كنديرو 1500 درهم مينيموم باش كان كينقام عليا. وكاين في الجي اس 1250 ادفونتور مشكل كبير اللي هو ديال لي سوباب. ملي كتوصل ريغلاس سوباب ملي كضرب 20000 كيلومتر كدير ريغلاس سوباب ب 4000 درهم تقريبا. 4000 درهم واش 800 درهم الاخوان هي 4000 درهم؟ حاجه اخرى اللي بغيت نهضر لكم عليها هي الثمن ديال هذا الموتور هذا. دابا راه خرجات النوردن الجديده اللي هي ليكسبيديسيون غتكونوا شفتوها. بالنسبه للنوردن اكسبيديسيون كيخرج الثمن ديالها ب 19 ونص ماكسيموم. بالنسبه للجي اس ادفونتور 1250 الثمن ديالها كيوصل 30 مليون. شوفوا الفرق. بالنسبه لهذا الموتور غتقدر دير به شي حوايج، داكشي اللي غديروا للجي اس غديروا بهذا الموتور، وغتقدر دير شي حوايج اللي زايدين بزاف على الجي اس غديرهم بهذا الموتور. وكنتحدى اي واحد يقول لي لا. وغادي نزيد لكم واحد الحاجه الاخوان، هي اي واحد غادي يجي يقول لي لا انت الجي اس ما ضربتيش بها بزاف. انا الجي اس الاخوان شريتها في 2019، ومن 2019 ل 2023 ضربت بها تقريبا واحد 80000 كيلومتر، دونك راني عارف الجي اس مزيان. وبالنسبه للاخوان الناس اللي باغيين يهضروا معايا في هذا الموضوع، حيت بزاف ديال الناس كيهضروا على الجي اس بزاف وكيهضروا عليها مزيان بزاف وكيبغيو يهضروا معايا في هذا لو سوجي هذا، دخلوا عليا في انستغرام لاباج ديالي إليت رايدر، تابوناو وصيفطوا لي دي ميساج، راني كنحاول نجاوب كلشي اللي صيفط لي شي ميساج راني كنجاوبو على الراس والعين بكل فرح. دونك الاخوان باش ما نطولش لكم، اللي بغى يعرف على الجي اس بزاف الحوايج يقدر يدوز الفيديو اللي عندي في يوتيوب كما قلت لكم، راه فيها كنهضر بزاف على الجي اس وكنقول لكم بزاف ديال الحوايج اللي لا بغيتو تعرفوها. انا راه ماشي كونتر الجي اس، انا كنقول لكم كنعطيكم الراي ديالي وكنعطيكم هادشي من التجربه ديالي. انا جربت عشت مع الجي اس بزاف، ضربت بها الطرقان بزاف، انا عطيتكم الفيدباك ديالي وقلت لكم شنو كاين. بالنسبه للنوردن هو الموتور اللي غتبقاو تشوفوني به دابا. اخوان نختم لكم هذه الفقره حيت هضرت بزاف على الجي اس، هضرت بزاف على النوردن. الحاجه الوحيده الاخوان اللي غنهضر لكم عليها دابا اللي خصكم تعرفوا، راه النوردن حتى هي راه ماشي موتور اللي غادي نقول لكم 100% احسن موتور وداكشي، لا حتى هو عنده شي حوايج اللي كيديرونجيو واللي ديرونجوني حتى انا. اولا النوردن الا ما بدلتيش ليها الشاكمه الصوت ما غيعجبكش، غيجيك بحال عندك الصوت ديال شي موتور صغير. ثاني حاجه الاخوان هي لابول، الجاجه ديال النوردن هابطه بزاف، ملي كتفوت 120 كيلومتر في الساعه في لوطورود كتحس بالريح كيضرب لك في الكاسك، وسيرتو الا كان عندك شي كاسك بحال ديالي اللي فيه الكاسكيطه غادي يبرص لك الريح بزاف. ولكن الحمد لله دابا في المغرب راه بانوا لي دخلوا بزاف ديال الانواع ديال لي ديول اللي طالعين اللي غيحميوك من الريح وما يخليوش الريح يضرب في وجهك. الحاجه الثالثه الاخوان هو الفريناج، راه ما عمره ما غيكون عندك فريناج بحال عند الجي اس، فراني بالفران القدامي في هذاك لو فريناج اللي كيتسمى لو فريناج كومبيني، ملي كتفراني بالقدامي كيفراني حتى الفران اللوراني، بمعنى الموتور ما كيتكبش بيك القدام.
العكس على النوردن. النوردن ملي كتشد الفران القدامي كتحس بها تكبات شويه، ولكن ما تنساوش الاخوان بان هذا النوردن هذه راه فيها الرويضه ديال 21 بوس، رويضه كبيره واللي رويضه ديستين الاوف رود ماشي بحال الجي اس. على داكشي كتحس بهذ المسائل، لا فورش ديالها ديال الاوف رود ماشي بحال الجي اس اللي مديوره للطريق. كاينه واحد المساله واحده اخرى الاخوان، هي انه بزاف ديال الناس اللي عندهم جي اس وغيمشيو غيجربوا النوردن غيحسوا بها موتور صغير، غيحسوا بانه الكيدون صغير ماشي بحال الجي اس الكيدون واسع، وغادي يقول لك لا راه ما عجبنيش. لا راه حنا ملي كنكونوا كنديروا الاوف رود راه هذاك الموتور اللي محكوم اللي خفيف هو علاش كنقلبوا، هذاك الثقل ديال الجي اس وداك الكيدون واسع بزاف هو اللي بغينا ما يبقاش عندنا، حيت هذاك الكيدون واسع بزاف هو اللي كان كيعذبني انا شخصيا في الاوف رود، هو اللي كان ملي كيضرب شي اوبستاكل دغيا كيتقلب وكيجر ليا كتفي كامل. على داك الشيء كنت كنطيح بزاف ديال المرات بالجي اس. شي بلايص الاخوان اللي كنت كندوز فيهم بالجي اس ب 40 كيلومتر في الساعه كنقدر ندوز فيهم بالنوردن ب 60 حتى 70 كيلومتر في الساعه. وتبارك الله عليكم الاخوان، ونتمنى يكون عجبكم هذا الفلوق ديال اليوم، ولكن مازال غادي نضرب بكم واحد الدويره زوينه، غادي نوريكم واحد البلاصه اللي زوينه بزاف طنجه. تبارك الله عليكم. شوف اخوتي على سبوت، يا سلام. نتمنى اخوتي يكون عجبوكم المناظر اللي وريت لكم. ودابا اخوتي غادي نخرجوا للطريق، ماشي بزاف ما بقناش بزاف الطريق، خرجوا الطريق ونمشيو حنا نرتاحوا. ايوا يلا الاخوان، نقول لكم تبارك الله عليكم، ونتلاقاو ان شاء الله في شي فيديو جديد اللي غادي نحط لكم قريبا. غادي ندير الصافره ديال البرتغال وغادي نحطها لكم اخوتي، ونتمنى يعجبكم التريب كامل. يلا تهلاو في راسكم، والى الملتقى ان شاء الله.